اخيه عمر، يعني رغم شخصيته الحلوه بس مشكلته ان هو دايما متردد. يعني اتفق مع اميله بهذه النقطه، ان هو دايما يقول قرار وبعدين يتراجع عنه، وبعد يعني في نقطه التردد هذه مخلي عمر يعني مخليتنا نبتعد عن ان احنا نتعاطف مع عمر. عمر غلط في حق نفسه، كتم على المواضيع بعد ما صار المؤامره او شيء، قاعد يبرر، كان كل شيء واضح، ما وقف عمر واعتذر، ما وقف وقال لا انا اعتذر انا صلح. عمر مثل ما قالت اختي اميره انه شوي انسان متردد في حكمه على شخص ما له طريق معين، كذا طريق ممكن انه يسلكه. انا اتمنى انه يطلق يختار له طريق ويسلكه ويتم مثل ما هو، ان كان شين ولا ان كان زين، المهم الطريق واحد ما يلف له في 60 طريق. وانا اذا ما بصوت له فما بصوت له لتردده هذا. اكثر شيء لموني على المشتركين انه انا متردد، من هلا ناوي اصلح عيوبي، طور بحالي اكثر قدام كل المشتركين، مصر على هدف واحد انه اخذ الجائزه هاي. فزنت للاسف، حرقت كرتها بروحها بانانيتها بهجومها الدائم. المفروض احس انه لازم تهدى شوي وتفكر بواقعيه، هي وايد عاطفيه يمكن، وهاي الشيء يبعدها عن صوتي. بس انت ما راح صوت لك لان انت اوريدي اكس، وكل يوم شخصيه مختلفه وشخصيه تاثر سلبيا على اني اصوت لك. اتمنى انها تحاول انها تفصل الاشياء الذاتيه مع الاشياء الموضوعيه، انها تستخدم العقل اكثر من العاطفه، تحاول تفصل ما بين العاطفه والعقل، لان العاطفه مش دائما تودي الاشياء في صالح الجميع، العاطفه تؤدي لمصلحه خاصه مش مصلحه عامه. أنا يمكن شفت شيء بس أنت ما شافوه الناس، بس أنت بالعكس هي قست على نفسها، هي واصلة مرحلة صعبة بس أنت بعد اللي صار والأحداث اللي صارت. أنا أتوقع بس أنت هي مي عارفة وش تسوي، بس أنت طلعت كلام شوهت في صورتها، هي مي عارفة وين تتوجه بس أنت أبدا. صار عندها الضد في كل شيء، حتى مع نفسها عندها الضد، يعني لما تتوجه التيم يقول قرار بس أنت الضد، لما هي ممكن لا تبغى شيء بس أنت الضد. بس انت انسانه جدا طيبه، انسانه جدا عاطفيه، حبوبه، تحب الخير للكل على فكره، بس الناس يمكن ماخذه فكره عنها لانها هي تمشي عكس التيار، تمشي ضد الناس، بس هي اصلا تبغي توصل حاجه للناس اللي هي موجودين بس مش عارفه كيف توصلها، فهو هذا اللي مأثر عليها شوي سلبيا يعني. واذا انا ما بصوت لها فبيكون سبب رئيسي جدا اللي هو مش عارفة شو تسوي بالضبط، لازم تركز على شغلة معينة وتسويها، حتى لو كان لها رأي في شخص معين ومش راضية أنها تبدله، لا أنا أتمنى وأقولها أن تنازلي عن هالرأي عشان الفريق. ما أظن أنه في قراراتها فيها أنانية، بس يمكن هي ممكن تأثر بالمبلغ هذا، حست فيه أنه ممكن تسوي أشياء فوق طاقتها، بس هي كطبيعة ما هي الإنسانة هذا اللي كنا نتعامل معاها، بتتصرف بتلقائية، بس إنه تحصل على المبلغ هذا والكل حس بالشيء ده. حلوة، عاطفية جدا، طبيعية جدا، بتفكر بقلبها، في نفس الوقت أنانية جدا، عايزة فلوس، يعني حسيت إن هو كله متناقض، كذا حاجة في شخصية واحدة. صالح لحد الحين ما قاعدة أشوف شيء عليه، بس إن الشيء الوحيد اللي يمكن ما يخليني أصوت له اللي هو هدوءه وابتعاده شوي عن المشاركة. أوكي، لو كان يشارك معنا أكثر ويعطينا أكثر عن نبذة عن حياته وليش يعني يبي الفلوس وهلون للأجمع حق الجماعة كلنا، يقدر يوضح لنا وجهة نظره ليش هو يحتاج الفلوس أو ليش هو شنو بيسوي بالجائزة أكثر، فيقدر يعطينا مجال نعرفه أكثر. صالح يعني ما قعدتش معاه كتير، ما فهمتوش قوي اللي انا دلوقتي ادي حكم عليه، فانا ما اقدرش ممكن اقول اصوت له ولا ما اصوتلوش، يعني لسه لغايه دلوقتي ما وصلتش قرار لصالح. انا كنت واخده فكره عن صالح مثلا بمعينه، ومع الايام اكتشفت ان الفكره دي انا ممكن اكون واخداها غلط، يعني
بس لسه ما تأكدتليش بالظبط ايه شخصية صالح بالنسبة لي، فما ما اقدرش اقول ممكن اصوت له او ما صوتلوش. اول ما اخذ الاكس حسيت ان صالح اخذ جنب وابتعد وكأنه مهمة، يعني انا كنت العب لنفسي، لكن خلاص الحين لما اخذت الاكس ما عاد يهمني حتى اني اشتغل لشخص ثاني، يعني اني احاول اقنع الجروب الموجود معي بشخص ثاني. بس الحين هو رجع، يعني حس ان هو حس بهذا الشيء ورجع يتواصل معانا مثل الاول. صالح انسان رائع جدا ممتاز، انسان احب اقتدي به صراحه انا في اشياء اللي يسويها، حتى في تفكيره ساعات يوم يفكر اقول له صالح بليز يعني لا تحرمني من التفكير معك، خلني نفكر سوا، اتعلم منك اشياء. يمكن اكون انا اكبر منك في السن، انت اصغر مني، لكن مش غلط اني انا اتعلم منك. واذا انا ما بصوت لصالح فما بصوت له لانه شوي يعني غامض، شوي فيه غموض، فانا يمكن عشان كذي يمكن ما اصوت له. وطبعا هذا مش معناه اني انا ما بصوت له ابدا، لا، في مجال ومجال كبير جدا اني انا اصوت له. لحد هلا ما شفت انه صالح غلط، شفته انسان صريح وصادق، وبشوفه حاليا انه هو من الاربع اشخاص الاكثر ممكن نجمع عليه ونصوت له، فما بشوف انه عنده نقطه ضعف لهلا. صالح انت اقل واحد انا اشوفه من الاربعه اللي هني اقلهم اخطاء، انا راح اصوت لصالح. صالح بلا عيوب، صالح مستحق الجائزه، صالح الشخص الممتاز، صالح غلطه الوحيد انه ما حكى، دائما حق بكون في الظل، ما اطلع الضوء اطلع في الوقت المناسب يعني. اذن بسنت، علي، عمر وصالح، بعد هذه الجلسه المهمه صرتوا تعرفوا كل واحد من المشتركين ليش ما يبغى يصوت لكم. اصبحت العوائق اللي توقف امامكم جلية وواضحة، اشتغلوا على إزالتها علشان يسهل الطريق أمامكم للوصول لقرار واحد وبالإجماع. بقول كلمة واحدة بس، أول شيء أشكركم على صراحتكم، ثاني شيء اشكركم على صراحتكم، ثالث شيء وان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله ان انت يعني تعدل، ان كل واحد منا يعدل الغلط اللي فيه، نقد بناء، هذا هو الغرض، نطلع من هنا ان شاء الله على خير وسلام، والناس ماخذ عنا فكره حلوه، وكل واحد ان شاء الله ياخذ عن الثاني فكره حلوه، وان شاء الله يكون النقد اي نقد بناء، نقد بناء بس، مش انه نقد مجرد انقد وخلاص. ناوي اني اصلح، ناوي اني برضو بسعى ودائما انا اسعى ارجع الناس مره ثانيه اللي معاي هذيلا، ارجعهم لايد وحده، مجرد ما ان كل واحد يسامح الثاني والله بنوصل لحل، والله بنوصل لحل، بنوصل لشخص معين، بس بشرط ان الواحد ما يمسك غلطات الثاني. بعد ما تصارحنا قعدنا كلنا على الطاولة نتغدى سوا، أول شيء كان في أشخاص عم يتجنبوا بعض، شفنا أنه لا، كلنا وصلنا لمرحلة أنه كل شيء صار ورا عتبنا عليه وخلص، صار قديم، ممكن نفتح صفحة جديدة، ممكن كل شخص يشوف أنه لو الإنسان غلط نحن ما بحق لنا نحكم على حدا، يعني كل إنسان بيغلط، سو كلنا قلب واحد تقريبا، يمكن مش بالقرار بس على القليلة بالقعدة يعني. حكم عسكري والله يا هون، حكم عسكري. انت بتبلش؟ لا بعمل، لا لا لا، ثلاث اربعة جمعة. بعد الفاصل، انا صالح الوحيد اللي ممكن اصوت له، انا اذا اشوفه قدامي انت اللي لازم تاخذها. انت عندك شيء ضد صالح؟ انا لا، مش ممكن تصوت له؟ ايوه بصوت، بتصوت لصالح؟ بصوت، والكل راضي يصوت لصالح.